تكتمل التحضيرات لعقد الدورة العاشرة للجنة الحكومية الجزائرية الروسية الخاصة بالتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني. يعكف خبراء البلدين على مناقشة مختلف الجوانب الاقتصادية والتجارية، ملفات من شأنها رسم أرضية مشتركة لتنفيذ شراكة ثنائية في مستوى التفاهم السياسي بين موسكو والجزائر. التجربة الروسية بالنسبة للجزائر مهمة جداً، خاصة في ميدان التعدين، خاصة في ميدان الطاقة، خاصة في ميدان الكهرباء، خاصة في ميدان الزراعة. وهذه المواضيع كلها بالنسبة للجزائر حاليا يعني حيوية. الجزائر الآن بصدد تجديد بالأحرى ما قد وقع 2001 من معاهدة استراتيجية. أعمال اجتماع الخبراء في العاصمة الجزائرية تجري في ورشات تشمل قطاعات الطاقة والنقل والجمارك والتجارة، ضمن أجواء يسودها التفاؤل بالمساهمة في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين لتتجاوز 3 مليارات دولار محققة العام الفائت. خلال اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة ناقشنا العديد من النقاط المتعلقة بمختلف المجالات كالزراعة والجمارك والتطور التقني والعلمي. أعتقد أنها مجالات استراتيجية للبلدين، وأتمنى أن تساهم النتائج بتعزيز التعاون وتطوير البلدين. لقاءات تنسيق وتشاور تدعم الاجتماع الرسمي لمسؤولي البلدين، مع توقعات بأن تشهد توقيع عدة اتفاقات مهمة لتعزيز فرص التعاون المشترك القائم بين موسكو والجزائر.